مساء الخير، مع الحدث أهلا بكم من العاصمة البريطانية لندن في تغطيتنا لزيارة سمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة. معي في هذا الحوار الدكتور مامون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا الأستاذ سلمان الدوسري الكاتب الصحفي، مرحبا بك. ما هي حصيلة زيارة الأمير محمد بن سلمان منذ وصل إلى لندن حتى الآن؟ نتابع هذا التقرير ونعود للحوار. زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا جاءت لترسم ملامح المرحلة الراهنة والمقبلة في إطار شراكة إقليمية ودولية تعزز من فرص السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. اليوم الأول من الزيارة افتتح باستقبال ملكي لسموه من قبل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام الشهير، حيث تبادل سموه أحاديث ودية مع الملكة إليزابيث تركزت على عمق العلاقة التاريخية المتجذرة بين المملكتين. وتناول اللقاء أيضا الذي أقيمت على شرفه مأدبة غذاء في القصر الملكي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية. تبع ذلك لقاء سموه ولي العهد محمد بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث بحثا أسس التعاون المشترك. فلقد أعلن مكتب رئيسة الوزراء في 10 داونينج ستريت عن اتفاق لندن والرياض على ضرورة العمل معا للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. واتفقت جانبان على التصدي لدور إيران المخرب في اليمن وسوريا وضرورة وقف الخطر الذي تلعبه طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ بعيدة المدى التي تشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي. وأكدت تيريزا ماي أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في اليمن من منطلق الحفاظ على أمنها الداخلي والإقليمي، وفي إطار دورها الساعي لمساعدة الشعب اليمني في إطار الشرعية. الزيارة كان وقعها في البرلمان البريطاني قويا، فلقد أكدت رئيسة الوزراء على أهمية العلاقات مع المملكة العربية خصوصا على صعيد المحور الأمني والسياسي، فالعلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا، والشراكة بينهما كانت وما زالت تساهم في موضوعة الحرب على الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي أنقذت حياة مواطنين بريطانيين. وبالمقابل فالجهد الاستخباري المتبادل كان له الأثر الكبير في ضرب مواقع الإرهاب والإرهابيين. هناك أيضا رؤى مشتركة فيما يتعلق بالموقف من إيران وتهديداتها المستمرة وتدخلاتها في دول الخليج العربي واليمن وسوريا، وأن هذه الرؤى المشتركة ستسهم في تعزيز التعاون فيما بينهما لمواجهة تحديات دولية كالإرهاب والتطرف والصراع والملف اليمني وغير ذلك من قضايا المنطقة مثل العراق وسوريا. بعد ذلك حضر سمو الأمير محمد بن سلمان مأدبة عشاء تلبية لدعوة الأمير تشارلز أمير ويلز، وجرى بحث ودي للعلاقات السعودية البريطانية. معنا الدكتور مامون فندي، مدير معهد لندن دراسة الاستراتيجية. أبدأ معك ومن مقال كتبه اليوم سلمان الدوسري، الرياض لندن اللحظة الفارقة، كان هذا هو عنوان المقال. هذا المقال مشابه كثيرا لما يكتب دائما عن زيارة أي مسؤول سعودي أو عربي لأي دولة في الغرب، زيارة تاريخية، نقلة نوعية في تاريخ العلاقات وغيرها. عبارات تعودنا عليها كثيرا، لكن ما هي الحقيقة الآن في هذه الزيارة؟ لندن هل تعتبرها بالفعل لحظة تاريخية فارقة في العلاقات بينها وبين الرياض؟ طبعا صعب ان اعلق على مقال الصديق سلمان الدوسري، لكن دائما انا اعتقد ان ما ذكره الاستاذ سلمان مهم جدا، وخصوصا يعني بالفعل هي نقله نوعيه، ليست مجرد كليشيه تقليدي يقال، خصوصا ان يعني طبيعه اولا في جزء تاريخي تقليدي
نحن نتكلم عن نظامين سياسيين متشابهين، مملكة ومملكة. قصة مملكتين كانت دائما حوار استراتيجي بين البلدين، لكن الجديد هذه اللحظة أن هذا الحوار الاستراتيجي انتقل إلى شكل مؤسساتي لا يعتمد على من يقود الحكومة، هل هم العمال أم المحافظين. الآن خلال زيارة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، هناك اتفاق على شراكة استراتيجية بشكل مؤسسي وليس مجرد علاقات عامة. في تصوري أن الغرب بشكل عام والمملكة المتحدة بشكل خاص يعولون كثيرا على التغيرات الداخلية التي تحدث في المملكة العربية السعودية، يعني بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبالتنفيذ يومي ورعاية يومية من ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. فالغرب يرى أن المراهنة على الأمير محمد بن سلمان كرجل منفتح على العالم ويحاول أن يدخل المملكة العربية السعودية إلى العالم الحديث بما حدث من مبادرات داخلية، سواء كان الرؤية الأكبر 2030 أو هناك أشياء رمزية مثل قيادة المرأة بالنسبة للغرب كبيرة جدا، قد تبدو بسيطة. يعني دائما السعوديين يشتكون من أن الغرب، أو حتى العرب عموما يشتكون من أن الغرب يستهدفنا وأن صورتنا في الغرب سيئة. أعتقد تتغير الصورة في الغرب عندما يتغير الأصل، بدليل يعني ما قام به الأمير محمد بن سلمان بالتغيير الداخلي في الأصل انعكس تماما على الصورة، ولم نجد كثيرا مما كنا نتعود عليه من المقالات الناقدة للسعودية التي كانت تملأ الصحف الغربية في السابق. هاي زيارة أعتقد كذلك يمكن أن نلحظ فيها اختلافا في تعاطي الإعلام البريطاني سلمان. يعني الصحف ذات الميل اليساري التقليدي يعني وإن كانت تنتقد كثيرا المملكة وتعودت على ذلك، إلا أن هناك مقالات كانت أيضا تنظر من لنواحي إيجابية عديدة من هذه الزيارة. ما رأيك في تعاطي الإعلام البريطاني أيضا من هذه الناحية تحديدا؟ ولماذا؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. الصحافة البريطانية كما تعلمون هي صحافة في معظمها يسارية وناقدة بشكل كبير. ربما كانت المواقف السلبية مستمرة ضد السعودية، ما تغير أن أصبحت الآن هناك مواقف إيجابية أخرى. يعني على الأقل أصبح هناك توازن من قبل البريطانيين أنفسهم. لا زالت هناك بالطبع هم يعني عندما تنظر لهم كيف ينتقدون الحكومة البريطانية، ينتقدون يعني بكنغهام بالاس نفسه. فيعني هذه هي الأسلوب التعاطي لديهم. ما تغير بالنسبة لنا أنهم وجدوا أن هناك تغييرا من الداخل، وهذا التغيير انعكس في رؤية إيجابية لدى بعض من هذه الصحف. ولكن تبقى دائما حتى لو كانت هناك بعض الملاحظات، بعض الانتقادات، بعض السلبيات ضد السعودية، عندما يكون الأمر متعلق بالأمن القومي البريطاني فإنهم يعرفون أن الموقف السعودي موقف مهم ومؤثر وتتمسك بلادهم، وهم يدعمونها في هذا الاتجاه. يعني هم لا يختلفون على دور السعودية في حماية الأمن القومي البريطاني، وهو ما دفعت عنه أمس رئيسة الوزراء البريطانية في البرلمان عندما سئلت من قبل زعيم حزب العمال، وردت أنها بلد بالنسبة لنا علاقة تاريخية وأنقذت أرواح مئات الأبرياء من المواطنين في بريطانيا. فلذلك نحن نقول أن مواقف الصحافة تغيرت إلى الأمام قليلا، ولكن أنا أعتقد أنه بمرور الوقت ومع حجم التغيرات الإيجابية التي تحدث في السعودية والانفتاح، فإننا سنشهد أيضا تغييرا في اللغة المستخدمة تجاه القضايا السعودية. الرياض كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ ماذا تريد من لندن؟ لماذا تعتبرها أيضا لحظة فارقة في تاريخ العلاقة بين البلدين؟ يعني شوف، السعودية أسست مكتب شراكات الاستراتيجية، وهذا المكتب معني حتى لا تكون كما تفضل الدكتور مأمون أنه زيارة وتنتهي بعد 3 أيام منها، ثم نبدأ زيارة بعد سنة وتكون مثل هذه الزيارات مكررة. مكتب شراكات استراتيجية هناك فيه 7 أو 8 وزراء في هذا المكتب بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مهمته متابعة هذه الزيارة ونتائجها، وحتى لا تنتهي في اللحظة التي يعني يقفل باب الطائرة للمسؤول الذي يغادر الدولة. هناك يعني الدول التي معنية بهذه الشراكات: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، الهند، كوريا، اليابان. وهذا يعطي أن السعودية حريصة على أنه، خليني أقول لك، أنه استكمال مضلع
العلاقات، هناك علاقات سياسية وهناك علاقات أمنية وهذا متفق عليه، تبقى العلاقات الاقتصادية. يعني ما الذي فعله الأمير محمد عندما أتى إلى هنا؟ أتى وقال لدينا في السعودية إمكانيات هائلة لكن الغرب لا يعرفونها، أتى بها على الطاولة وعرضها هنا على البريطانيين، وبالمقابل قال لهم نحن أيضا حريصون على أن تكون لدينا استثمارات داخل بريطانيا وفق مصالحكم ومصالحنا. هذا ما يريده الغرب وهذا ما تريده السعودية أيضا، وبالتالي تلاقي المصالح الاستراتيجية هو في النهاية يعني نفس تشرشل يقول لا مصالح دائمة ولا عدوات دائمة، المصالح هي التي تبقى. السعودية حريصة أن تكون هذه المصالح دائمة وثابتة. الجانب الاقتصادي بالنسبة لندن إلى أي مدى هي مهمة في نظرتها للرياض اليوم، في نظرتها أيضا لرؤية 2030، خاصة وأن بريطانيا رائدة في الكثير من القطاعات طبعا. والمملكة مقدمة أيضا على مشاريع وتغيرات وإصلاحات أيضا في الكثير من القطاعات. دكتور مام، شوف يعني مهم جدا أن ندرك أن هناك كما هناك لحظة تاريخية فارقة، هناك فجوة تاريخية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية من حيث التقدم في التقنية والتدريب والتعليم إلى غير ذلك، ومن المفيد جدا أن تستفيد المملكة العربية السعودية من خبرات مملكة قديمة مستقرة عاشت لفترة طويلة على مجموعة من حزم مختلفة من السياسات الاقتصادية والسياسية إلى آخره. أعتقد هذه الشراكة فيها نوع من الإفادة للطرفين أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تستفيد الكثير من التجربة البريطانية في إدارة، نحن أمام مملكة عربية سعودية جديدة كما تفضلت في رؤية 2030، نرى دولة تبتعد عن الاعتماد على النفط كوسيلة أساسية بالنسبة ل يعني عمود أساسي بالنسبة للاقتصاد، نرى مملكة متجددة، هناك تجارب يمكن الاستفادة منها. وأنا أعتقد أن الاستثمارات التي كانت مطروحة 65 مليار جنيه استرليني ما يساوي بالدولار حوالي 80 مليار دولار للتدريب والتأهيل والشراكات المتعددة وليست أسلحة وغير ذلك، يعني نحن نتكلم عن رؤية جديدة. ونعتقد هنا لابد كما قلت لك الغرب الآن مؤمن بأن المملكة تتغير ويريد أن يكون شريك في هذا التغيير وأن يكون عنصر فعال في دفع المملكة العربية السعودية في الاتجاه الإيجابي لمجموعة أسباب مختلفة أنتم تعرفونها أكثر مني. أولا المملكة جزء أساسي في الأمن الإقليمي، المملكة ضمن مجموعة 20 في الاقتصادات العالمية، نتكلم عن قوة إقليمية أساسية. وهناك اقتصادية تمر أيضا بها بريطانيا بعد طبعا الخروج من الاتحاد الأوروبي تحت الشراكات وهذا ما فعلته تريسا ماي، ذهبت إلى الخليج، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، ذهبت إلى الصين البحث عن شراكات، وجزء أساسي بالنسبة للبريطانيين لتعويض ما يمكن أن يعرف بخسارة في انسحابهم من الاتحاد الأوروبي، لأن البريطانيين والمعظم العرب لا يدركون ذلك، البريطانيين يقبلون شراكات اقتصادية مع أوروبا لكن لا يقبلون أن يقودوا سياسيا من خلال أوروبا، فلا يريدون أن يقادوا من بروكسل أو برلين، يبقى الشخصية البريطانية تبقى مستقلة سياسيا، وهذا أساسي في فهم بريطانيا. يعني بريطانيا مختلفة عن بقية الدول الأوروبية. الزيارة كان فيها جوانب أيضا رمزية ذات أهمية بالغة، لعلنا نبدأ من اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بالملكة إليزابيث. صحح لي دكتور مامون، أنت في بريطانيا، أعتقد أن الملكة لا تلتقي بولي العهد أو أولياء العهد بروتوكوليا، لازم قبل أنه رأس الدولة أو الملك المفروض المقابل هو ولي عهد بولي عهد، يعني يلتقي الأمير تشارلز. ما الذي حصل؟ لماذا؟ أعتقد أن أولا ما أتكلم عنه الصديق سلمان وهو هذه العلاقة تاريخية في نهاية المطاف، أعتقد هناك ما يسمى بالسوفت سبوت، هناك نوع من المودة البريطانية تجاه المملكة العربية السعودية، ويرون أنه جزء من علاقة خاصة يعني بين المملكتين منذ زيارة أيامها الأمير فيصل الذي أصبح الملك فيصل في البعض إلى المملكة المتحدة. حتى الآن تبقى بريطانيا يعني لديها ارتباط خاص بالمملكة العربية السعودية، وأعتقد أن الرسالة لخادم الحرمين الشريفين أساسية بأنه زيارة ولي العهد السعودي كما
كما هي زيارة ملك المملكة. وواضح أيضا أن الأمير طبعا كان يحمل رسالة من جلالة الملك سلمان إلى الملكة. هناك في شيء مهم لا أعرف يمكن أن يقال أو لا يقال، لكن هناك نوع من إدراك بأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو الرجل التنفيذي في هذه المملكة، وبالتالي نحن نتعامل مع يعني ليس ملكا بالشكل القانوني ولكنه ملكا بالشكل الممارسة والفعلي والعمل اليومي. سلمان طبعا يعني لا شك انه يعني لم تفعلها مسبقا الا باستثناءات يمكن مع ولي عهد اليابان عندما يعني كان هناك قصه التنازل من الامبراطور الى والده، ولكن عندما الملكه قررت ان تستقبل الامير محمد بن سلمان وتسميه زيارته بضيف دوله وهو استثناء لا يمنح لكثير من القاده الاخرين، هي رساله الى المملكه العربيه السعوديه من جهه وقوتها وتاثيرها، ورساله الملك سلمان الذي هو وجه بهذه الزيارة، وأيضا من جهة ثالثة هي أيضا أن هذا الأمير محمد بن سلمان يقود التغيير في المنطقة والعالم الإسلامي. وكما قال وزير الخارجية البريطاني في مقالة، إذا نجح الأمير محمد بن سلمان في مشروعه فإن هذا النجاح سيعم العالم الإسلامي، وبريطانيا تستشعر ذلك. فعندما يستقبل أمير محمد بهذا الاستقبال من قبل ملكة بريطانيا، والتي لا أعتقد أنها تستقبل أكثر من رئيسي أو زعيمي دولة في السنة، فهذه يعني رسائل متعددة الأوجه إلى قوة وتأثير السعودية، والذي وضحها يعني من خلال هذه الزيارة وأيضا حتى من الاستقبالات الأخرى والطريقة والبروتوكول البريطانية مع هذه الزيارة. اسمحوا لي فاصل قصير، سنعود لمتابعة الحوار. إذا مشاهدينا فاصل قصير، نعود لمتابعة مع الحدث من هنا من لندن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أرحب مجددا بضيفي الدكتور مأمون فندي رئيس معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ سلمان الدوسري الكاتب الصحفي. سلمان، فيما يتعلق بالملفات، نأخذ الجوانب السياسية في هذه الملفات. نعلم بأن هذه الزيارة هي زيارة اقتصادية بامتياز، تم فيها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات مختلفة، لكن ماذا عن حضور الملفات السياسية؟ قرأنا بأن هناك توافق بين لندن والرياض في مواجهة الخطر الإيراني، فما أهمية هذه الزيارة وكيف سيتعاطى البلدان مع هذا الملف بعد هذه الزيارة؟ يعني للأمانة هناك توافق سياسي دائما بين بريطانيا والسعودية في القضايا الرئيسية، وإذا كان هناك اختلاف أو اختلاف في تفاصيل صغيرة، ولكن عندما نأتي هنا إلى الخطر الإيراني فإن بريطانيا أكدت على الموقف السعودي فيما يتعلق بالمخاوف من زعزعة أمن واستقرار المنطقة التي تقوده إيران، وأيضا حتى بالنسبة لملف الحرب في اليمن لإعادة الشرعية من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أيضا كان هناك موقف بريطاني سياسي داعم للتحالف. الآن نأتي إلى التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بما أعلن عن أن السعودية وبريطانيا سيقومون بدوريات لضمان إيصال السفن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين، وهذا تقدم، وهذا يؤكد أيضا أن السعودية حريصة على استكمال دورها الإنساني في اليمن. وللأسف أنه الدور السعودي في اليمن، الدور الإنساني، لا يصل بطريقة صحيحة، لا ينقل بطريقة صحيحة. ومن متابعة إلى الصحافة البريطانية، أنا أقول أن السعودية مظلومة فيما يتعلق في هذا الجانب الإنساني تحديدا، وربما هذا فرصة في هذا الدور الذي اتفق عليه البلدان في هذه الزيارة من أجل إيصال الصورة الصحيحة. لذلك نحن نقول أن التوافق السياسي هو متواجد في الفترة الأخيرة، ولكن تم تعزيزه الآن. ولكن أعود وأؤكد على أن إذا كانت هناك المصالح الاستراتيجية كما تم الاتفاق عليها وتم تأصيلها، وإن شاء الله أن مكتب الشركات الاستراتيجية يكون حريص على تنفيذ هذه الاتفاقيات، فإنها بالتأكيد ستنعكس على المواقف السياسية التي سنراها ستكون بشكل أكثر توافق في المرحلة القادمة. دكتور مأمون، برأيك كيف ستنعكس على هذه الملفات؟ أنا أعتقد زي ما تفضل أستاذ سلمان أن هناك الخطر الإيراني الخاص بزعزعة الاستقرار في الإقليم، وأنا أعتقد يعني هو ربما يأتي أولوية قبل قضية الحرب في اليمن. نحن نتكلم عن
هناك قوة استقرار متمثلة في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات إلى غيره داخل الإقليم، وهناك قوة عدم الاستقرار وزعزعة هذا الاستقرار متمثلة في الخطر الإيراني، وكل ذلك ينعكس على المصالح البريطانية والغربية بشكل سلبي في منطقة شديدة الحساسية. فبالتالي الخطر الإيراني يبقى أساسي بالنسبة للبريطانيين. نقطة اليمن أعتقد ربما أختلف قليلا مع الأستاذ سلمان في أن رئيس وزير الخارجية البريطاني قال صراحة بأن الوضع الإنساني مقلق جدا بالنسبة لبريطانيا، ولابد من تغيير يحدث وتنسيق بين الدولتين لنقلل من هذه الكارثة الإنسانية. فبالتالي يعني هذا هو الاختلاف التكتيكي الذي ذكرته، هناك اتفاق على الرؤية الاستراتيجية بين البلدين، لكن المتوقع أن يكون هناك تعاون بين البلدين في هذا الإطار. يعني أتصور أن التعاون سيكون إلى حد كبير، جزء منه كبير فني فيما يخص على الأقل المعركة ضد الحوثيين في اليمن، بأن تكون مثلا نوعية السلاح المستخدم فيما يخص البريسيجن جايدد بومز أو القنابل المحددة من خلال الكمبيوتر الخاص بالطائرات إلى آخره، الجانب الفني لتقليل ما يسمى بالكولاترال دامج أو الضرب المصاحب يعني أو لهذا النوع. فأعتقد ربما سيكون ليس اتفاقا بريطانيا فقط وإنما اتفاقا بريطانيا أمريكيا فيما يخص التنسيق حول اليمن، وأعتقد ربما ينعكس ذلك في زيارة ولي العهد السعودي إلى أمريكا في نفس الوقت. سلمان، أعتقد أنت كنت تشير فيما يتعلق بأنها مظلومة في 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 مسألة الجانب الإنساني ورؤية الغرب لها بريطانيا. سبب هل تعتقد بأنه يعني يتعلق بعدم وجود توجه غربي واضح وفاعل من قبل المنظمات الدولية؟ البعض أشار إلى أنه لا يوجد هناك تعاون فاعل بين المملكة العربية السعودية بين هذه الجهات وهذه المنظمات التي يمكن أن تغير من هذه الرؤية. هو الغرب عموما وفي بريطانيا تحديدا ينظرون لهذه الحرب لا ينظرون إلى الخطر الإيراني ولا ينظرون إلى استهداف السعودية بالصواريخ الحوثية القادمة من إيران، ولا ينظرون أن هذه الحديقة الخلفية للسعودية وأن هناك حزب الله ثاني ينشأ في اليمن. ينظرون أن هناك حرب بين دولة غنية ودولة فقيرة، هو نقطة آخر السطر، وهذه هي المشكلة. يعني لا يتفهمون المخاوف ولا يتفهمون أن التحالف العربي عندما يقوم بهذه الحرب حرب ضرورة كما قال وزير الخارجية البريطانية، وأنهم يقومون بأقصى ما يمكن لهم حتى يتفادوا أن تكون هناك ضحايا في الحرب. وعندما تحدث مثل هذه الأخطاء فهي يعني لا نقول أنها طبيعية، ولكن على الأقل تقلل منها إلى الحد الأكبر. وهنا أذكر أنا عندما يعني دائما يرددون الحرب ونحن نريد أن تنتهي الحرب اليوم قبل غدا، ولكن أمريكا 17 سنة في أفغانستان، دولة ليست يعني قوية إلا أقوى دولة في العالم وهي تحارب في أفغانستان، وهناك عشرات الألوف من الضحايا، ومع ذلك يعتبرونها حرب ضرورة. ولذلك نقول أن السعودية حتى عبر دورها الإنساني عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وما تقوم به من إغاثة في اليمن، فإن هذه الأعمال لا تصل بالشكل الصحيح إلى الشارع البريطاني، بل أنها حتى لا تصل إلى النخب البريطانية في الإعلام البريطاني. نعم هناك حرب، ولكن أيضا هذه الحرب تحرص على أن تكون الضحايا أقل عدد ممكن، وفي نفس الوقت تقوم بأعمال إنسانية لمحاولة قدر الإمكان التخفيف من آثار هذه الحرب. ولكن أستاذ سلمان، يعني في النهاية سواء كان في أمريكا أو المملكة العربية السعودية هناك فارق كبير فيما يخص، يعني أمريكا تدخل حروب متعددة، المملكة العربية السعودية ربما هذه أول حرب من فترة طويلة، وبالتالي ليس عيبا أن نعترف بالأخطاء، وليس عيبا أن يكون هناك شراكات مع المؤسسات المدنية الدولية الخاصة بالإغاثة والتي لديها أدوات وتجارب واسعة في عمليات الإغاثة. فالتنسيق بين مثلا مركز الملك سلمان للإغاثة والمؤسسات الدولية التي تعاملت مع كوارث إنسانية في أماكن مختلفة من أفغانستان إلى فيتنام إلى آخره، أعتقد لديهم تجارب مفيدة. يعني مسألة كمان أنه يكون الإنسان دائما في دور المدافع ليس بالضرورة مفيد لكل الأطراف. هل كانت مؤثرة في ردة الفعل؟ يعني تابعنا في بعض الأماكن في 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 لندن يعني بعض الأصوات بعض المظاهرات من
شريفة وأخوات شريفة. لا أعتقد أنها يعني لا أعتقد أن يعني الجانب الخاص بما يحدث في اليمن والجانب الخاص بقضايا حقوق الإنسان إلى آخره، أعتقد كانت يعني كان ملفا جانبيا جدا بالنسبة لضخامة القضايا الاستراتيجية المطروحة في هذه الزيارة. أعتقد حتى الإعلام لم يلتفت إليها بالصورة التقليدية القديمة. أعتقد القصة الأساسية التي ظهرت في الإعلام البريطاني هي أن لدينا ولي عهد يدفع للتغيير، يمكن الشراكة معه في تغيير السعودية، بالتالي هذا هو ما يسمى بالدومينت ناراتيف أو هذا السرد المهيمن على الصحافة. القضايا الأخرى تبقى قضايا جانبية أو منغصات لهذه الزيارة، ليست أكثر من صداعية. طبعا يعني أنا كنت أتمنى أنكم تعرضون الصور الذي يقال عنها أنها احتجاجات، لأنه يعني عندما نشاهد 20 فرد يجتمعون وهو مدفوع لهم 200 أو 300 باوند من أجل المشاركة، لدرجة أن بعضهم يحمل لوحات المكتوب عليها الأمير محمد بن سلمان والصورة للشيخ محمد بن زايد، نعرف حجم يعني التزوير الذي يراد به. ولكن يعني حتى البريطانيين يعني هي لم تؤثر على الرأي العام البريطاني، وكما تطرق الدكتور حتى الوسائل الإعلام البريطانية لم تطرق لها، ولكن هي محاولات، وكل هذه المحاولات يعني على أنها رخيصة ولكنها تؤكد أن الدول الرباعية عندما قاطعت قطر فإنها كانت محقة، لأنها يعني فعلا عملية مفضوحة. ونحن نعرف في دولة ديمقراطية مثل بريطانيا عندما يراد الاحتجاج أو عندما يراد التظاهر عن موضوع معين فإن المتظاهرون يخرجون بالآلاف وبعشرات الألوف، ووصلوا إلى مليون عندما في يعني الحرب على العراق في 2003. ولذلك يعني مثل هذه الصور لم تخدع أحد، لم يقتنع بها أحد، والإعلام البريطاني لم يتطرق لها أبدا. صحيح. وارتدت على من أراد أن يعملها من فعلها. طيب نقطة أيضا تداولتها الصحافة البريطانية أكدت عليها وركزت على أن يستمر التعاون بين الرياض ولندن، وهذا فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والحرب على الإرهاب أيضا. الصحافة البريطانية أكدت على دور مهم تلعبه الرياض، تريزا ماي كذلك تحدثت عن هذا الأمر، والكثير من المسؤولين في الحكومة البريطانية أيضا. ما المتوقع اليوم إذا ما تحدثنا عن جوانب أيضا في الاتفاقيات في الأمن مجال الاستخباراتي أيضا بعد هذه الزيارة؟ يعني دعني أقول يعني أستعير ما قاله الأمير محمد بن سلمان في حواره مع التلغراف أول أمس. قال الأمير محمد: لدينا المعلومة الاستخباراتية التي تمنع حدوث أعمال إرهابية في العالم، ولديكم القدرة على تحليل هذه المعلومات، وبهذه الطريقة وبهذا التعاون نستطيع أن نجعل المنطقة والعالم أكثر أمنا. وهذا ما تقوم بها السعودية، وهي لم تفعله فقط في بريطانيا وإنما أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى، وبعض الدول تعلن وبعض الدول لا تعلن. ولاحظ أن من يعلن عن هذه المعلومات الاستخباراتية السعودية التي تمنع عمليات إرهابية وتمنع إزهاق مئات الأرواح مئات الأبرياء ليس السعودية، الدول نفسها هي التي تعلن. ولذلك هناك دول لم تعلنها، ولكن في هذا الملف تحديدا ولأن رئيسة الوزراء البريطانية التي كانت وزيرة الداخلية معنية بهذا الملف، فهي تعرف الدور السعودي القوي في محاربة الإرهاب ليس داخل حدود السعودية ولكن أيضا حتى خارجها، وهي حريصة عليها. وكما تفضلت حتى الإعلام البريطاني الذين ربما يكون لديهم بعض التوجهات وربما لديهم بعض الانتقادات، عندما يأتي الأمر إلى الأمن القومي البريطاني فإنهم يعرفون جيدا مصلحة بلادهم مع المملكة العربية السعودية. دكتور مامون، امتياز نادر أيضا قيل بأنه حظي به الأمير محمد بن سلمان، نادرا ما تحظى به الشخصيات الخارجية التي تزور بريطانيا، دعوته لحضور اجتماع مجلس الأمن القومي البريطاني بالإضافة لاجتماع مع مسؤولي الـ MI5 والـ MI6، هذا ما دلالاته أيضا؟ ما المتوقع؟ أعتقد أن يعني أولا هو ردة فعل أكثر من أنه فعل، لأنه ولي العهد السعودي قبل قدومه إلى بريطانيا بفترة طويلة أعتقد كان واضحا في الرسائل التي أرسلها للقوى العظمى فيما يخص مشروعه في محاربة التطرف، عندما تحدث عن مسألة الإسلام المعتدل والعودة إلى الإسلام المعتدل، وأننا لن نكون سجناء
ثورة الخميني في 79 وردة الفعل السنية تجاه التطرف الذي حدث في إيران الشيعية إلى آخره. الرسالة كانت واسعة بشكل كبير بأن هناك تغيير في الثقافة في الإقليم تجاه العنف. نحن أمام حالة من الإسلام المعتدل الذي ينبذ التطرف، وبالتالي الرؤية الغربية فيما يخص الإرهاب هي ثلاث أضلاع: الجزء الأمني الذي ذكره الأخ سلمان، محاربة الإرهاب مباشرة، ولكن أيضا الأساس فيها محاربة تغيير البيئة الحاضنة للإرهاب. فمسألة الإسلام المعتدل والتغيير الثقافي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان والذي له آثار إقليمية كبيرة وفي العالم الإسلامي أيضا بحكم المملكة العربية السعودية قيادة إسلامية، أعتقد هذه الرسائل هي التي جعلت الغرب يأخذ هذا الرجل بالجدية التي تليق. يعني من في السابق كان القادة العرب يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. هذا الرجل يعني كان واضحا من البداية أنه قال هذا الكلام لشعبه ومواطنيه ولم يقله للغرب، يعني لم يقله للاستهلاك الغربي بالإنجليزي، يعني قال ذلك منذ شهور بالعربي وأمام جمهوره وبدأ التغيير داخليا، وبالتالي كسب كثير من المصداقية التي كان يفتقدها الآخرين في السابق. في دقيقة وقد نتناول بعد الفاصل أيضا هذا الملف، ملف حقوق الإنسان ملف مهم أيضا. لندن كيف تنظر الرياض في تعاطيها مع هذا الملف؟ هل هناك تغير تراه لندن في هذا الجانب في هذا الملف؟ شكرا على هذا السؤال المهم. أنا هنا أستعير ما قال الأمير محمد قبل يومين، وأتحدى إذا كان زعيم عربي قال مثل هذه العبارة. قال نعم لسنا مثاليين في ملف حقوق الإنسان ولا لدينا قصور، ولكن نحن نتحسن، ولا أحد ينكر أن السعودية تتحسن في ملف حقوق الإنسان، وهذا يعني دافع لأن تدعم بريطانيا أو غير بريطانيا مشروع السعودية في هذا الجانب. نعم هناك يعني لا شك أن ربما نختلف في بعض كيف تنظر الدول الغربية لملف حقوق الإنسان في الدول العربية أو في السعودية تحديدا، ولكن أيضا السعودية تعترف نعم لدينا قصور ولكننا نتقدم، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تنكر أن السعودية تتقدم إلى الأمام، خاصة مع مشروع الأمير محمد لمحاربة التطرف، وبالتالي السعودية تقدم فكرة واضحة، وأعتقد أنها ناجحة لبريطانيا في هذه الزيارة فيما يتعلق بتقدمها في ملف حقوق الإنسان. بعد الفصل سنتابع أيضا في جانب آخر متعلق بالملفات في هذه الزيارة، زيارة الأمير محمد بن سلمان، مع الحدث بعد الفصل نتابعه معكم. أهلا بكم من جديد وبضيفي الدكتور مامون فندي مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية والكاتب الصحفي سلمان الدوسري. الملف الاقتصادي وهذا ما يهم لندن بالتأكيد، حضر بقوة، هذا أيضا مهم يعني في كل الزيارات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بالنظر إلى هذه الرؤية. ما المتوقع يعني بعد توقيع هذه المذكرات والاتفاقيات؟ كيف يمكن أن تدخل بريطانيا بشركاتها بمشاريعها في إنجاح مشاريع هذه الرؤية والمشاركة فيها أيضا؟ أعتقد البريطانيين يعني ينظرون إلى ما يحدث في المملكة العربية السعودية باهتمام شديد جدا، والشراكة كما ذكرنا في البداية، أولا بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي وتريد شركاء آخرين لا يؤثرون على قرارها السياسي ولكن شركات اقتصادية. أعتقد المملكة حليف استراتيجي قديم موثوق به، وبالتالي المشاركة في دفع الرؤية الخاصة بالملك سلمان وولي عهده إلى الأمام أعتقد أساسية بالنسبة للبريطانيين، أن يرون في تطور المملكة وتطوير المملكة وإنجاح هذا المشروع هو إسهام كبير في أولا استقرار إقليمي أساسي، يعني الاقتصاد الذي ينعكس على السياسة، الاقتصاد الذي ينعكس ليس على السياسة في إقليم الشرق الأوسط فقط وإنما في العالم الإسلامي مجملا، أخذين في الاعتبار الدور الذي تقوم به يعني المملكة التي حاضنة الحرمين الشريفين ومولد الإسلام، وبالتالي أي تغيير فيها سيغير العالم الإسلامي، وبالتالي الدخول في شراكة أساسية
مع المملكة العربية السعودية أعتقد هدفا بريطانيا وهدفا أمريكيا أيضا. فرص اقتصادية ضخمة من المتوقع أن تحظى بها بريطانيا في هذه المشاريع. ماذا عن الرياض؟ الرياض كيف يمكن أن تستفيد من هذه المشاريع، هذه الاتفاقيات، المذكرات التفاهم وانعكاساتها على المواطن السعودي أيضا؟ أستاذ سلمان، كيف يمكن أن نستفيد منها؟ اليوم كنا حضرنا منتدى رؤساء التنفيذيين السعوديين السعودية وبريطانيا، وأغلب حديث رجال الأعمال المستثمرين البريطانيين كان على مسألة هذا السوق السعودي في ظل خروجنا من الاتحاد الأوروبي، في ظل الظروف المعقدة لمفاوضات خروج بريطانيا وحاجتها إلى أسواق جديدة. ولا شك أن السعودية تعتبر أحد أهم الأسواق التي ينظر إليها الاقتصاد البريطاني، سوق آمن، مناخ مهيئ للاستثمار. البريطانيين يريدون فقط أن تكون ثقة بالقوانين المنظمة للاستثمار، وبالنسبة للسعوديين يقولون أن هذا نحن نضمن لكم بالتجربة وبالبرهان. بمجرد يعني الانتقال إلى مرحلة ما بعد الثقة، أنا أعتقد أن هناك فرصة خصبة للسعودية لاستقطاب استثمارات كبيرة. يعني دعني أذكر أن حاليا في ظل قوانين استثمارية ربما لا تكون مناسبة، فإن حجم 10% من حجم الاستثمارات البريطانية تذهب إلى السعودية ودول الخليج، وهي نسبة أعلى من الصين. فما بالك عندما تغير قوانينك الاستثمارية بما يتواءم مع رغبات المستثمرين في أي مكان في العالم. لذلك أنا أقول أنه الآن يعني نحن عند سؤالك مهم، كيف ستنعكس على المواطن السعودي؟ يعني المواطن السعودي ليس شرطا أن يراها بشكل مباشر، ولكن أنت عندما تستطيع أن تستقدم هذه الشركات والاستثمارات الضخمة، فأنت لا فقط توظف سعوديين، ولكن أنت تخلق فرص وظيفية للمواطن السعودي، وهذا هو والأهم في وجهة نظري فيما يتعلق باستقطاب. عند المشكلة في البطالة وغيرها بالتأكيد، يعني أنت لا تستطيع أن تعتمد على الجهاز الحكومي ولا تعتمد على الحكومة من أجل هي أن تخلق الوظائف. أيضا أنت تحتاج إلى استقطاب مثل هذه الاستثمارات، لأنها يأتي معها خلق لوظائف جديدة وتستمر فترة طويلة. دكتور مامون، نقطتين. أولا، النقطة الخاصة بتغيير البيئة الاستثمارية في المنطقة عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصا أساسية بالنسبة لجذب المستثمر الأجنبي. لكن أحاول أن أضيف النقطة التي ذكرها الأخ سلمان، وهي أولا الشراكات الاقتصادية الكبرى ستنعكس على المواطن السعودي فيما يخص التأهيل والتدريب. يعني إذا ما أخذت أنت مثال بسيط في المملكة العربية السعودية، تأثير أرامكو على المنطقة الشرقية وعلى نوعية المواطن فيما يخص البروفيشناليزم والاحتراف خلقت مواطن مختلف. أعتقد وجود شركات أوروبية كبرى ستعمل في المملكة العربية السعودية مربوطة ببرامج تأهيل وتدريب ستخلق مواطن سعودي مختلف، أو تسهم في بناء إنسان سعودي جديد more professional، لا يعتمد على يعني لديه قيمة العمل، لديه قيمة العمل هي الأساس. تريزا ماي في صحة في أحد تصريحاتها حول هذه الزيارة قالت بأنه وأكدت على أهمية جملة الإصلاحات التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان في الداخل السعودي، وقالت بأن هناك تطوير في قطاعات الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في الترفيه، في السياحة، وقالت بأن هذه القطاعات جميعها تعتبر المملكة المتحدة رائدة عالمية فيها. يعني هذا معناته أنه سنشهد تغير في من خلال هذه المشاريع التي يمكن أن يدخل فيها المستثمر البريطاني والشركات البريطانية، خاصة إحنا عندنا كمان إشكاليات في التعليم، في الصحة، في غيرها من الأمور. هل سيتغير هذا الأمر إيجاباً كما يمكن أن يتوقعه البعض؟ يعني دعني أوضح هنا نقطة، أنه عندما تقوم السعودية بتغييرات في الداخل، عندما تقوم بإصلاح اجتماعي، فإنه نابع من احتياجات من الداخل السعودي بتك. ولكن لماذا أنت تسوقها في الخارج؟ لأن لديها انعكاسات أيضا اقتصادية. كما تفضلت الآن هناك استثمارات تأتي إليك أنت خصب، يعني قطاعات جديدة ستفتح في السعودية بناء على ما تقوم به الآن من انفتاح اجتماعي. فعندما الآن يقتنع بها الغرب وبهذه الإصلاحات
الإصلاحات، فبالتالي لديك قطاعات جديدة وآمنة، وأنت في السعودية محتاج إلى هذه الخبرات من أجل نقلها إلى السعودية. فعندما تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية فهي تعني وتقول أن هذه القطاعات التي من ضمنها الترفيه فهو مجال بالنسبة للسعوديين ربما يعني الإنفاق السعودي الذي يتجه إلى الخارج، وهناك الآن رؤية 2030 تنظر لهذا القطاع أن يكون جزء منه أنه ينفق في الداخل. لا شك أنه يعني السعودية ليس لديها الخبرات الكافية من أجل أن يعني تستثمر في هذا القطاع، فمن أين يجي هذا؟ يعني نحن نتحدث عن قطاع واحد، فما بالك عندما نتحدث عن قطاعات عدة فعلا هناك رغبة. فأنا يعني ما أريد توضيحه أنه عندما السعودية تسوق إصلاحاتها إلى الخارج فهي تريد أن تقول ترسل رسالة أن هذه الدولة منفتحة ولديها قطاعات عديدة تحتاج إلى استثمارات ونقل خبرات، وبالتالي هي فائدة للطرفين سواء في السعودية أو هذه الشراكات. دكتور مامون، العواصم الغربية الأخرى يعني هذه الزيارة بجملة ما وقع فيها من لقاءات ومن مذكرات واتفاقيات تم توقيعها، كيف ينظرون إليها هذه العواصم الغربية؟ نتحدث عن الولايات المتحدة، هناك زيارة أعتقد قريبة الأمير محمد بن سلمان سيقوم بها، لكن ماذا عن عواصم الدول الأوروبية الأخرى بعد هذه الزيارة؟ كيف ستنظر إلى هذه الزيارة لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى ما تم فيها؟ أعتقد يعني الرؤية الأوروبية التي بدأت تتشكل منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان الأشياء التنفيذية في مخصوص المملكة العربية السعودية، أعتقد أنهم يأخذونه على محمل الجد، أنه رجل جاد يعني ما يقول وأنه ينفذ ويتابع إلى آخره، وبالتالي يعني الذي تراه برلين أو بلجيكا أو الاتحاد الأوروبي بشكل عام أن هناك تنافس على الشراكة مع المملكة العربية السعودية. يعني الآن ترى التنافس الأمريكي البريطاني فيما يخص من سيحظى بصفقة أرامكو في أي بورصة ستكون، وبالتالي هناك منافسة على هذه الجائزة الاقتصادية الكبرى الذي يحاول الغرب أن يستفيد منها بشكل عملي. لكن أعتقد الاهتمام الأكبر لدى النخب الغربية هو أننا أمام مملكة عربية سعودية تتغير وتصبح جزء من العالم الحديث، ليست مغلقة، ليست رهينة لتيارات بعينها. يعني هناك مملكة تتطور، تصبح جزء من العالم الحديث، لابد من احتضان هذه المملكة وأخذها إلى الأمام. سريعا، واشنطن كيف ستنظر لهذه الزيارة برأيك؟ يعني في النهاية يبقى التحالف السعودي الأمريكي التاريخي له مكانة خاصة، كما للتحالف السعودي البريطاني الذي بدأ من 1915 وحتى الآن له مكانة. فلا أرى أن هناك تنافس بين لندن وواشنطن على السعودية، ربما يتنافسون على طرح أرامكو هذا شيء أكيد، ولكن كعلاقات بالعكس أنا أرى أنه كلما تطورت العلاقات السعودية البريطانية ايضا هذا يصب في مصلحتها، الا انهم في النهايه هم يعني يتحالفون سويا. اجواء لندن جميله بارده، يعني يقول الاسبوع الماضي او ما قبل اسبوعين كانت الاجواء ثلج بيضاء الدنيا. شكرا لك دكتور مامون فندي مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجيه. شكرا ايضا للكاتب الصحفي استاذ سلمان الدوسري، شكرا لك تواجدك معنا. تحيه طيبه لكم مشاهدينا مع الحدث من لندن، السلام عليكم.